خلينا نروح طبعا وجريدة المصر اليوم، وفاة الرجل الذي قال لا تشيع جنازة طلعت السادات من قريته. يعني انا بنتهز الفرصه، يعني هذا الرجل بغض النظر عن خلافي معاه او اتفاقي في كثير ما صاروا في الفتره الماضيه، لانه كان رجل وطني قدم رؤى لهذه الفتره، للفتره اللي احنا كنا بنعيشها. يعني انا يعني تغمد الله هذا الفقيد برحمته ومثواه ان شاء الله الجنه. كلمة أخيرة يا فندم تحب تقولها للشعب المصري؟ اقول لكم، يعني انا بقول لكم من هذا المكان، احنا داخلين زي ما قلت من شويه، احنا داخلين على مرحله كي جي 1 ديمقراطيه. ابداوا، انتقلوا الى صناديق الانتخابات، وان شاء الله المرحله الاولى من الانتخابات في 28 نوفمبر الحالي. واتمنى ان تكون لا تشهد اتمنى ان الا تشهد اي لجنه من اللجان الانتخابيه في المحافظات التسع اي انفلات امني أو مواجهات دموية، وأتمنى للشعب المصري أن ينتقل سريعا إلى المدنية ومرحلة جديدة من الديمقراطية. شكرا يا فندم جدا. الأستاذ الكاتب الصحفي محمد زكي نائب رئيس تحرير جريدة الباب، شكرا يا فندم على أهلا وجودك بكم، معانا شكرا. النهارده. وخلينا نروح بكاميرا نهارك سعيد لنظم المجلس القومي للأمومة والطفولة مهرجان الاحتفال بعيد الطفولة العالمي، حضره العديد من الوزراء والفنيين، وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال.